أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين وفي ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تؤمن بأهمية التعاون الدولي كأحد مقومات الاستقرار العالمي، وأنها تدعم كل جهد دولي غايته أن يسود السلام والوئام على أساس من احترام القانون الدولي والقيم الإنسانية النبيلة التي تهدف إلى تحقيق الرخاء للبشرية. وأضافت خلال اجتماع حضره رؤساء البرلمانات وعدد من البرلمانيين في القارتين الآسيوية والأوروبية أن مملكة البحرين تعمل جاهدة عبر كل المحافل والتجمعات الإقليمية والدولية لنشر الوعي بأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لبناء سلام دائم ومستقر يلبي تطلعات الدول والشعوب في النهضة والازدهار، وإن لجلالة الملك المفدى العديد من المبادرات الرائدة في هذا المجال، وأبرزها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. وشددت رئيسة مجلس النواب على أن بناء التفاهمات الإقليمية والدولية وتوحيد الجهود نحو السلام هو السبيل الناجع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يسعى الجميع إليها، والطريقة المثلى لمواجهة كل مسببات النزاعات والصراعات. ورأت أن الإرهاب يمثل أبرز التحديات التي تواجه العالم وأشدها فتكا وتأثيرا لما يمثله من خطر يقوض الأمن الدولي ويهز أركان السلم ويخل بميزان العدالة ويستهدف الدول والأفراد ويضر بحاضر الشعوب ومستقبلها. ونوهت إلى أن استهداف المنشآت النفطية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة يمثل تهديدا خطيرا ومباشرا للأمن والسلم الدوليين وأضرارا بالمصالح والأوضاع الاقتصادية في المنطقة والعالم أجمع، مجددة التأكيد على وقوف مملكة البحرين صفا واحدا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات.